فترة الحرب مرت عليا إن أنا كنت من جبال عتاق وسلسلة جبال جلالة للجيش الثاني والجيش الثاني. وأنا هحكي حكاية بسيطة مع الفريق عبد المنعم واصل. الفريق عبد المنعم واصل أنا جيت له بوحدة إعداد وتجهيز مصر العمليات لأي طلبات أو أي حاجة هو عايزها. الحقيقة قال لي أنا هديك مهمة، بس مهمة صعبة جدا. أنا افتكرتها مهمة قتالية. قال لي لا، أنا مهمة تبلغ المقدم سامي الرفاعي أخو البطل إبراهيم الرفاعي إن أخوه قتل في الإسماعيلية. كانت أصعب مهمة عليا. أنا رحت لسامي الرفاعي وقلت له أنت عارف إن ممدوح أخويا اليهود أسروه وبعدين قتلوه وبتاع. هو قبل ما أكلم القصة قال لي إبراهيم حد قتله. قلت له تيشن، هو حي عند ربنا. فدي كانت أصعب مهمة عليا. أنا ما بتكلمش بعد عملية حربية، أنا رحت بعد عملية أبو عطوة. قابلت مين؟ قابلت المقدم إسام إبراهيم وشفت الدبابات الإسرائيلية لسه الدخان طالع منها. لسه الدبابات الإسرائيلية في أبو عطوة اللي هي محروقة، اللي هي بقاياها موجودة في مكانها. فقعدت إيه، فحكى لي بقى إسام إبراهيم حكى لي القصة كاملة. القصة دي كاملة يعني غير اللي ظهرت في الإعلام، غير اللي ظهرت في الافلام، غير اللي حكاها الناس لحد دلوقتي. ده لحد دلوقتي انا ما اعتقدش ان اسامه ابراهيم اهو عايش يرزق انه حكى القصه الحقيقيه لابطال ابو عطوه اللي فيها علم كامل وفيها يعني فيها ابطال الصاعقه كلهم. دي ما حدش حكى لحد، ما حدش في الاعلام اداه فرصه ولا في الفضائيات يديهم فرصة يحكي كل واحد الحقيقة ايه. ان الحقيقة انا شايت الافلام وشايت الاختيار وشايت الممر وشايت يعني انا بالنسبة والتناسب هي بداية كويسة، بس بالنسبة والتناسب لا تساوي واحد عالمية من الحقيقة ومن التعايش. فلازم الاجيال اللي هي شالت الحرب دي يتحكي عنها مظبوط عشان ما يبقاش في خيال المخرجين والمنتجين والخيال. الكلام ده كله ده خيال مش حقيقه، جزء بسيط من الحقيقه وليس الحقيقه. الحمد لله يعني احنا في الفتره بتاعت حرب العاشر من رمضان، حرب اكتوبر، لحد لما ابتدى اعلان الهدنه كنا بنجهز وبنجري ورا العدو في سلسله جبال العتاقه والجلاله. واخر مشهد لهذه العمليه كان في الوحده اللي انا كنت باقودها، ان احنا الحمد لله نجحنا في تخزين أسلحة وذخيرة قريب من مناطق الشباك في سفوح جبال العتاقة، وطلع العمليات دي وحصل الشباك وكانت طبعا ضحايا. يعني الحمد لله ربنا كتب لهم الشهادة، وكان آخر شهيد من الوحدة عندي النقيب شريف فزاع، وآخر أسير الرائد علي مرسي، هو اخر واحد اتأثر في الحرب واول واحد خرج مع الاسرى الحربية اللي أثر الحرب، وله قصص وله بطولات. وكان الناس اللي بيخدموا تحت ايدي كلهم ناس يعني لما جي بندي توقين من لعملية بلا عودة كلهم عايزين يطلعوا هذه العملية. العملية كانت محتاجة مثلا فصيلة السريع كلها عايزة تطلع، العملية محتاجة نص مجموعة، المجموعة كلها عايزة تطلع. يعني التضحية والفداء كانوا موجودين في كل الوحدة اللي أنا
كنت باخدها، كان تحت قيادة المقدم عبد الله الشرقاوي والرائد علي عثمان والرائد وائل سالم وطبعا كان في عبقري عبقري الشؤون الإدارية اللي هو النقيب الهادي رحمه الله. والحقيقة كان الاختيار كان مسهل عليا الأصالة في إن أنا لما أدي تلقين الفهم والتدريب وده كان منتهى السرعة بيلبي الطلبات اللي احنا عايزينها على قدر المستطاع. نجحنا في تربية جيل يجيد التعامل مع العدو ولو بمفرده، سواء في الاستطلاع أو الاستطلاع القتالي أو الإرشاد للقوات الأخرى. دي طبعا الحمد لله يعني كان فيها توفيق من الله عز وجل. حتى في أرض المعركة كان هناك استغلال لهذه القدرات البشرية لمنفردة أو مجمعة أو يشد أزرها وحدات أخرى. وطبعا الوقت عشان يعني أحكي كل حاجة بتفصيلها يعني عايز وقت كبير جدا. وإن شاء الله المجموعة 73 مؤرخين اللي ربنا بعتها عشان تديني فرصة أشرح هذا الكلام إن شاء الله تنشرها، وأرجو من يعني الجميع يساعدوا هذه المجموعة في نشر الحقائق اللي الناس كلها بتبتغي وجه الله، ويمكن دي تكون بصيرة لأصحاب القرار لاتخاذ القرار السليم في حالة تكرارها في المستقبل، لأن إحنا هنفضل في حرب دائمة إلى يوم الدين، إلى أن يقضي الله بزوال إسرائيل، وإلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. بالنسبة للصراع اللي أنا شفته كان بعد ثورة على طول، وبعد وقف إطلاق النار، وهم بعد وقف إطلاق النار هم ما بطلوش احتلال. يعني بعد وقف إطلاق النار كانت الطيارات بتنزل، الطيارات المحركات محملة بالجنود بتنزل على سفوح جبل عتاه. يعني لما أعلن وقف إطلاق النار كان المفروض يوقفوا التصرف ويوقفوا الاحتلال ويوقفوا البتاع، كان كل غرضهم إن هم كسروا جميع الأعراف كما هو معروف عنهم. فكان لي واجب عليهم المقاومة. ولما تأثر علي مرسي طلعت بالوحدة كلها في سلسلة جبال عتاقة اللي ألاقيه قدامه أشتبك معاه. ده حصل يعني جزء منه كبير بعد وقف إطلاق النار. ليه؟ لأن هما وقف إطلاق النار ده كان إعلامي فقط، لكن ما كانش على الطبيعة اللي أنا شفتها، ما كانش موجود. وسهل وكتير اللي كانوا معايا اللي عايشين يقدروا يقولوا هذا الكلام. بس ف إلى أن بقى يعني اتضحت الأمور، والوقف الحقيقي لإطلاق النار إن هم بطلوا إن هم يعززوا الإمدادات بتاعتهم. وإحنا طبعا كان في تأثير جدا، وكانوا عارفين إن إحنا نقدر نشتبك معاهم في أي لحظة، خاصة إن هم ما لهمش قاعدة غير الهبوط على سفوح جبال عتاه، وإحنا لينا القاعدة إن إحنا نطلع ما بين الكهوف وما بين الوديان وما بين بتاعه، ونقدر يعني نشتبك معاهم اشتباك يؤثر تأثير كامل عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني أنا متهيألي إن كده أقدر إيه أقول إيه عناوين فقط، لأن كل واحدة في عايزة تفصيل. لازم اقول ان برضك الاجيال دي احنا كنا بناكل ازاي؟ كنا بنتدرب ازاي؟
كنا الجمال الدواب دي حمولتها دي، وكنا بنشيلها ازاي، وكنا بنسرع ازاي، وبنخبي الحاجات دي في وسط الكهوف ازاي، وطريقة وصول الكهوف ازاي، وطريقة إعادة الملء ازاي. كل دوت عايز شرح بالتفصيل ده، يعني أجيال كتيرة مش متدرب عليه، وأجيال كتيرة يعني شوف العرق في السن يوفر دماء في الحرب. طبعا أنا اتربيت في الصاعقة من تأسيسها، فاتربيت على العرق، واشتركت مع الصاعقة في كل حروبها، فاتربيت على توفير الدماء. يعني وحدة، أما أجي لك أحكي لك بالتفصيل عن دوريات وحدات الجلال وحلم اللي طلعت من القاعدة عشان تعمل عملية دخل إسرائيل، تلاقي العرب اللي دخلوا الأرض المحتلة وقعدوا 21 يوم لم تحدث فيهم خسائر. الخسائر كلها في اللي قعد في القاعدة لما التفت القوات الإسرائيلية وضربت القواعد اللي موجودة في الضفة الغربية كلها من أول جنين لحد القدس. فيعني إن أنا عايز أقول قدر الله في الحرب، أنا تعيشت في قدر الله وليس في وهم الإعلام والخطب الرنانة والكذب اللي كان بيحصل. الإعلام الكذب ده ورط الدنيا، لازم كنا نعرف الحقيقة. أنا شفت في حرب 67 وتعايشت مع 21 يوم تعايشت داخل الأرض المحتلة، قتال وفر وقر واختباء وعودة. فطبعا وشفت الانسحاب كان شكله ازاي، والهجرة بتاعت الضفة الغربية كلها ازاي، والجيش العراقي ازاي اتدمر كله في الضفة الغربية، وشفت كل الكلام ده. ده ما ظهرش في الإعلام. أنا رحت مركز 10، عملوا لي كارنيه واستدعوني في مركز 10. هم كانوا بيستدعوا قائد قوات الصاعقة اللي هو العميد نبيل شكري، لكن انا كان ليا وضع خاص، فرحت مركز 10 اربع مرات واخدت التلقين من مباشر من رئيس هيئة العمليات وقتها. ايه التلقين المباشر؟ كان كله حوالين السويس وجبل عتاق. بس المهمة اللي أنا خدتها قضيتها، لكن بفكرهم هم مش بفكري أنا. أنا لو فكري أنا كان تطوير تاني خالص، تطوير تاني، لأن برضك اللي ادوني التطوير مهمة معينة تتفق مع المهام السياسية. إنما أنا لو كان مهام حربية يعني كان في القدرة بإذن الله إن يكون العمل أكثر من ذلك بكثير. تبتيت الثغرة كنا قادرين عليها، وأنا بعتقد إن من ضمن نجاح المحادثات اللي قام بها المشير القمصي كان العدو الإسرائيلي يفهم إن أي عند أو أي تركيب دماغ كانت خسارة لي، لأن دي كان هيشترك فيها الشعب المصري كله، مش هيشترك بس فيها قوات الصاعقة ولا، لأن هم خدوا درس من أبطال منظمة سينا إزاي إن هم يعني. أنتوا لو تشوفوا طبعا الحمد لله كان ليا شرف في تدريبهم أكتر من عام، واللي خدوه عملي طبقوه بالضبط، والكلام ده يظهر طبعا عند الأبطال عبد المنعم مناوي واللي كانوا عايشين يحكوا، لأن هم دول طبقوا العلم والتدريب على العمل، فكانت النتيجة. بس طبعا أترك للناس اللي تعيشوا أفضل مني في شرح اللي حصل بالنسبة للسويس في الداخل، لكن التدريب كله، كل اللي خدوه وكل اللي اتعلموه وكل اللي بيقولوا هو كان حقيقة، لازم الأجيال تتعلم. بس وطبعا شكرا للمجموعة 73 إنها يعني أنت أعتقد إن أنتوا استوعبتوا جميع أقوال الناس دي كلها بالتفصيل وتوافقت مع الكلام اللي أنا بقوله. بفضل الله اللي أحب أضيفه، أولا إن الناس ترتبط بالله عز وجل ده نمرة واحد،
القرآن موجود، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة، القدوة موجودة، مصر فيها البسطاء العظماء، ممكن يكونوا مش على الوش إنما معروفين. خد خبراتهم، في ناس كبرت وفي ناس لسه، لازم يتاح فرصة لذوي الخبرة وليس لذوي الولاء. ذوي الخبرة، ذوي الخبرة دي نمرة واحد، يتاح له فرصة ليه لخدمة مصر. العقيدة، العقيدة هتدي العلم، هتدي الأخلاق، هتدي التضحية، هتدي الفداء، هنوصل في الآخر إننا نحرر الأقصى من الأعداء. دول أعداء مهما تقال، مفيش حاجة اسمها غير إنهم أعداء لله وأعدائنا، وأفعالهم هتفضل ليوم الدين. القتل، قتلت الأنبياء، قتلت الأنبياء، بتقتل النهاردة بدون أي حاجة، واخدة تصريح القتل. كل يوم نسمع شابين ثلاثة من الضفة الغربية اتقتلوا، مش عارف إيه ثلاثة، على مدار دي خطة قتل ممنهجة، لازم يكون فيها مقابل، لازم يكون فيها قتل أكبر عدد من العدو الإسرائيلي وأسر أكبر عدد منهم. القتل والأسر فقط زي ما قال ربنا في القرآن. وإن شاء الله، إن شاء الله سيبعث الله عبادا لله أولي بأس شديد ليجوثوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله.